يمكن علاج مرضى كوفيد 19 بمنازلهم الذين تظهر عليهم أعراض حميدة أو تم تأكيد إصابتهم دون أعراض ولا يعانون من أي مرض مزمن كالالتهاب الرئوي وأمراض القلب والفشل الكلوي ونقص المناعة. يمكن لمريض يشتبه في إصابته فيروس كورونا المستجد وتظهر عليه أعراض حميدة أن يخضع للحجر الصحي وتتبع المنزلية. منظمة الصحة العالمية توصي بتطبيق قواعد صارمة من أجل الاعتناء بالمريض وتفادي إصابة أفراد العائلة بالعدوى. لهذا يجب وضع المريض وحيدا داخل غرفة بها تهوية كافية، فيما يبقى باقي أفراد العائلة في غرف أخرى. احترام مسافة 1 متر على الأقل بين المريض وأفراد عائلته، التقليل من تحركاته بالمنزل وتفادي تواجده بالفضاءات المشتركة، إضافة إلى احترام قواعد النظافة التنفسية. المريض ملزم بتغطية الفم والأنف عند السعال، العطس في الكوع مع غسل اليدين مباشرة، استعمال الكمامات الطبية والمناديل الورقية. يجب على المريض التزام المنزل إلى غاية اختفاء الأعراض اعتمادا على نتائج طبية مخبرية وتحليلين بفارق 24 ساعة. لا يتجاوز عدد المساعدين الذين يعتنون بالمريض شخصا واحدا. يتمتع بصحة جيدة دون عوامل خطر، يضع الكمامة بطريقة صحيحة على الوجه، يرميها مباشرة بعد الاستعمال وتنظيف اليدين بعد إزالة الكمامة، تفادي أي اتصال أو احتكاك مباشر بالإفرازات السائلة للمريض لا سيما الفموية منها والتنفسية والبراز، تنظيف الأدوات التي توجد بالبيئة المباشرة للمريض، غسل أواني المطبخ التي يستعملها المريض بسائل تنظيف الأواني والماء بعد كل استعمال، تنظيف وتعقيم السطوح قد لمسها المريض يوميا باستعمال محلول مخفف بالكلور بنسبة 1%، تنظيف الحمام مرة كل يوم على الأقل بمطهر منزلي يحتوي أيضا على محلول مخفف بالكلور بنسبة 1%، تنظيف الملابس والغطاءات والمناديل المستعملة بالمراحيض للأشخاص المصابين باليد باستعمال ماء ومنظف عادي وباستعمال الغسالة على درجة حرارة ما بين 60 و90%، تنظيف مقابض الباب والقاطع الكهربائي وكل الأدوات الأخرى التي يستعملها الشخص المصاب بالتشارك مع أفراد العائلة.